ينضم إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من مدينة إدلب مراسل أورينت نيوز هاشم العبدالله. هاشم أهلا بك. الفصائل المقاتلة أفشلت ثلاث محاولات تقدم لميليشيا أسد الطائفية على محور كبانة شمال اللاذقية. هل ما زالت هنالك محاولات للتقدم من قبل ميليشيا أسد؟ نعم، المحاولات ما زالت مستمرة منذ قليل. استطاعت الفصائل المقاتلة من صد إحدى المحاولات وأسر عدد من العناصر بالإضافة إلى مقتل آخرين إثر محاولة تقدم فاشلة على هذا المحور. يوم أمس شهد المحور ذاته أيضا محاولات تقدم فاشلة، أكثر من ثلاثة محاولات عليه وأدى إلى اعطاب دبابتين، وكان هناك معارك شرسة ومحاولات متكررة من الميليشيات الطائفية وميليشيا أسد الطائفية بمحاولة من التقدم على هذا المحور بغطاء ناري وجوي كثيف، لكنها لم تستطع وما زالت الاشتباكات مستمرة والقصف مستمر على هذا المحور رغم سقوط عدد من قتلى ميليشيا أسد الطائفية على هذا المحور. بالانتقال إلى جبهات ريف إدلب وتحديدا في ريف إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، أطلقت الفصائل المقاتلة اليوم ضمن غرفة عمليات الفتح المبين معركة ولا تهنوا. طبعا هذه المعركة بمشاركة جميع الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب، المحور العمل العسكري على جنوب شرق المحافظة وريف إدلب الشرقي. خلال ساعات الصباح كان هناك تمهيد مكثف من قبل الفصائل المقاتلة على محور إعجاز ومحور المحاور القريبة منه. استطاعت الفصائل المقاتلة اعطاب بي ام بي في محور إعجاز، وبالإضافة إلى هناك اعطاب دبابة على محور ثاني بالإضافة وقصف متبادل على هذا على طول الشريط الممتد بين ريف إدلب الشرقي حتى جنوب شرق المحافظة. الاشتباكات ما زالت مستمرة، هناك قتلى لميليشيا أسد الطائفية وأنباء عن أسرى نتيجة دخول الفصائل المقاتلة عدة نقاط، وما زالت الاشتباكات مستمرة على هذا المحور. خلال ساعات الصباح أسرت جندي على عنصر من عناصر ميليشيا أسد الطائفية على محور تلدم بعد محاولة تقدم وتسلل على هذا المحور في جنوب شرق المحافظة وقتل العناصر البقية الآخرين واغتنام عدد من الذخائر المتوسطة وبعض الرشاشات من هذه المجموعة. المحاولات المتكررة كانت على هذا المحور تزامنت مع بدء العمل العسكري في ريف إدلب الشرقي والجنوب الشرقي. حتى هذه اللحظة يعني غرفة العمليات يعني صرحت بالاشتباكات الجارية وما زالت حتى هذه اللحظة. ميليشيا أسد الطائفية ردت بقصف المناطق السكنية في محيط المنطقة بالإضافة إلى قرى وبلدات ريف بحيرة النعمان الشرقي كالغدفة، حيث سقط عدد من الجرحى جميعهم من المدنيين بقصف من طائرات الاحتلال الروسي وميليشيا أسد الطائفية بعدد من الغارات الجوية. القصف استهدف أيضا في ذات المنطقة التح وحيش وبابولين، ومنذ قليل ونورد الخبر العاجل استهداف لمدينة كفرنبل بعدد من الغارات الجوية بصواريخ شديدة الانفجار. القصف أيضا استهدف معركة حرمة بعدد من الغارات الجوية والشيخ مصطفى ووصولا إلى ترمنا، لا سيما القصف الصاروخي المدفعي المكثف على هذه المناطق لم يتوقف. أصوات القصف تسمع حتى الحدود السورية التركية إن كان بصواريخ أرض أرض شديدة الانفجار أو حتى أنها تحمل قنابل عنقودية أحيانا والطائرات الحربية. اليوم الظروف الجوية يعني ساعدت بالتخفيف من عدد الغارات الجوية وقلة من عدد الغارات الجوية، مع هناك كان هناك إقلاعات متكررة للطائرات الحربية ميج 21 وميك 23 بالإضافة إلى طائرات السيخوي وطائرة الرشاش اللام 39 التابعة لميليشيا أسد الطائفية، لا سيما طائرات الاحتلال الروسي. كان هناك أجواء ضبابية بالإضافة إلى سقوط الأمطار، لكن رغم ذلك أن طائرات الاحتلال الروسي التي قامت بعدد من الغارات الجوية على ريف إدلب الجنوبي والجنوب الشرقي وخصوصا في مناطق التماس ومناطق الاشتباكات. نعم، شكرا لك، كنت معنا مراسل أورينت نيوز من إدلب هاشم العبدالله.